والفرحة الحزن زيد عايلة ماشي كيف كيف واحد عنده موتي في حياته كل يوم حكاية تدينا بعيد نتعلمو قيمة العيلة من جديد عن بوزيد بانو لقام تشبهين أم الصح في الرأي متخارفين هذه هي حكاية بوزيد ليش مأمن على بالك؟ لا لا أمن أمن صح صح بوزيد سمحنا يا طولا وشمو الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي مانيش مأمن مانيش مأمن مانيش مأمن دوك سيداتي 15 سنة ملي حطينا الدوسية علي قال لك صابرين ما غلطش يا صاحبي بصح كرهت حياتي أنا مع هذيك زوليخ الغريبية والآخر يدخل بلا ما يدخل باب ويزيد لك في الكرا شو بنادم هكذا يحس روحه حر على بالك نورمال ما يعطونا ديل على هذا لا لا ما مأفك فيها بركة مبروك علينا مبروك وزيد شمبرا وصالون لينا دوكا وبيت الدراري وبيت الماما وفيفي هاي بيتي قسمتيها هيا نرقدوا شوية نرقدوا نرقدوا فرحانة وزيد وانا فاني صبحي بخير سهرة صباح بخير بوزيد 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 نوت نوت تفكرت حاجة ويش فكرتي وقال نزيدوا بيت البابك لا لا ما رحتينا الدوسي ماشي كنا ساكنين عند يماك ايه كنا عند يما وانا ما كنتش خدامة ايه بصح دوك الحمد لله راكي خدامة ما فهمتنيش حنا الوضعية تبدلت بوزيد تما راحت الدار هذيك لاني خايفة منها معناتها ملزوم علينا ناكلوا الغريبية تاع زوليخة ولازم نميلوا الداخل خارج ويزيد لنا فكرة يعني هذه عقوبتنا زهرة عباك الدوخة يا زهرة جيتني يا ربي سنة زيد وانت عود بوزيد قد لها لسي نطرح من يدينا البرطمة البرطمة راحت يا زهرة البرطمة هي لازم نلقاو الحل كيف راح نلقى الحل انا دوك يا ربي عجلة شكون عجلة عجلة سيبت محوش خد غزالة بركي هي تقدر تعاوننا بوزيد عيطلو الو محوش محوش مشي هضره تاع التليفون روح ليا غدوه للدار نسحقك صافي لك ما مرقد سحقتني انا هنا قشي باز خشينا محوش شنو تاع تشبر ولا اش بيك قلت لك تشبر يا محوش يا ولي دخلتي على بالك عيطلك باش تعاوني انا هنا نعاونك صافي بليزير كاش ما نبيعو هذا ما كانت سمعت عاوني غير البيع انا كاش نربعت على بالك يا محوش ما اللي درت انا دوموند لوجمون هم رجعوا لي بعد مسخر مبروك عليك بول مبروك عليك حتى تدوخ باش تخوني حتى تدوخ باش تخوني حسرة مرمتني على بالك مرمتني وغسل تانيك وغسل هاك شوف خليها عندك هذه دير دير عندك مليح الريحة مليح الريحة اسمع انا الجاية الجاية لاسيستون سوسيال تسمع لو كان يشوفوني عايش في هذه الحالة هذه ما يأمنونيش على بالك على هذيك ما نأمنش شفت على هذيك اللي فكرت انا باش تعاوني قلت بالك تقول حجلة خذ المرأة خذ غزالة بالك مسكينة كش ما تعاوننا امبوت هلا اي في الحبس على شنو اللوجمون؟ ما على ما على باليش على شنو بصح على بالي من الفلح. لا يطلق صراحة. بصح شوف ما تكسرش راسك. الحل تاعك هو عندي. كيف؟ لو كان ما نفريها لك شلح ما كان نحل. نسمع عندي. كيما تحب. ايه. انت تدوك دير في بعدك كي شغل راك في طهر. ان شاء الله صافي بليس. منكم سيمورا عنده عزاج يكري فاميليات شوفوا ما كاش عائلة ما دتش معاه الدار صح ولا لا
صح صح شوفي لك مرة هذه زوجتي صح شوفي مرة خويا باك حبيت تزيد توضح لنا شوية مليح يعني يعني كيفاش مثلا تجيب لنا عائلة تسكن هنا عندنا باش يعطوا لنا سكنة أجونس تاعنا تقدم خدمات للناس اللي عندها مشكل في السكن نجيبوا الناس يسكنوا عندهم نبنوا لهم في السطح نبنوا لهم برارك نسكنوا في لاكار المهم توصلوا يعني الهدف تاعكم الهدف يعطيك الصح الاسونسور سوسيال كي تجي تلقاهم في الضيق وتمد لهم فتح حنا لاجونس تاعنا دير الخير شعارها سكن تسكن يا مسكين على حسب واش فهمت انايا نجيب عائله نسكنها عندي باش يمدوا لي لوجمون سوسيال نعم هذا الشيء ماشي مخالف للقانون اي والله خطيتي كي حابه تسكني ولا كي حابه تطبقي القانون زهرة خلي القانون شويه بجاه يرحم والديك ماذا بيك تزيد توضح لنا سي بوزيد عندي بزاف العائلات نخدم بهم وكل وحده وسمتها شوف الناس اللي يدعنا لي زعفات يخدموا بالكاطالوغ انا كنت في هذه العائله انا نشوف سكنت بها نص الجزائر الله يبارك لابارتمون معاهم اسوري سومة تاعهم 20 مليون عشرين مليون بيان سور فامي نومبروز يا سي مراد احنا 20 مليون بزاف علينا شحال من الافاق وحابين افكات افكات قول لي افكات 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 هادو لا لا هادو ما فريت عليهم ها هايلك راك تشوف هاد الفاميليا كوبل وزوج دراري هذا مكان هاد الفاميليا قبيح واش نقول لك مراد في الحقيقه احنا دراري اللي قباح ما نقدروا لهمش ايش قباح قباح السكنه معاهم مضمونه ايه يقول لي هكا راني فهمتك امر ربعه تسمى كل واحد والاف تاعو واش قلت بوزيد انا هاد الحكايه كاع مانيش داخله في راسي بصح كي يولي الميلودي يزيد لك فكرات وتدخل في راسك انا قابل بصح شحال حقهم هذا 5 ملايين هيا 5 ملايين واش نبيش انا موافق عم نهرو لافر وقتاش يجوا لعندنا هذا الفاميليا غدوه ان شاء الله عاد تمنى يكونوا عندك هنا ونقدر نقول لك مبروك عليك ودير روحك راك في دارك جديده وتشرب قهوه وندي لها ثلاث حجرات سكر وصافي بليز صباح الخير اختي زهرة صباح الخير خويا بوزيد صباح الخير اخو زهرة واش بوزيد؟ سيربريز ما كنت تسنى فيها انا مع مراد لاجونس راح تبعث لي الفاميليا اللي نسنى فيها انايا ماشي وقت لي سيربريز يا وليد خالتي موموش ما سبليكيتلوش لا دوكا فاهم شوف انا خممت وكي خمم قلت انا هادوك الخمس ملايين يديهم وليد خالتك خير من اللي يديهم البر صح ولا لا؟ صح واش بك؟ وين تنصطالي؟ علاش راكم واقفين؟ جوزوا راكم شتوى انيس روح شوف خالتك واش عم يديها غاسي ما خلاهاش نصف الحال هكذاك غاسي هكذاك ما تخليش باباك يشوف الماتش ها موحوش وليدك راسي ما يدسيني في الحيط شفت شحال يحب يرسم انا عملي ما يحبش بالك ان شاء الله يخرج لنا كيما رونالدو تي كابريو ان شاء الله نجي لي بوزيد عنده الحيوط في الدار بوزيد يقبحو بزاف هذا نهار الاول يقبحو بزاف يقبحو يرحم باباك الصبري ما تزيدليش حش ما بقاش قد اللي فات زهرة واش درتي عشاء واش درتي؟ واش درت؟ درت لهم لوبيا. اي بانت لاروسيت. روح ديسيني مع خوك في الحيط روح. الله يبارك ريان تقول ملايكة. الله يسلمك. غزالة يرحم يمك. كنا نديروا لنا شوية ناسيونال جيوغرافيك. بنادم يشوف شريط شباب على الجراد. انت
مازال ما تعرفش موموش خويا بوزيد كي تلعب الريال والمدريد وكنت نحي الماتش بيكي انكريس الدار يقلبها يموت على الريال ايسي غي سي بروك انا تاني عطيلو بالون عبالك بوزيد شحال يسوى كريستيانو بالك قد التطراشة وخارج من فندق بزاف زادا كنت روحي ترقدي الدراري خير جبلي ربي الوقت لا سينكيات با ما سامحال مش عويدهم يرقدوا هاد الوقت كي تلحق ميدي د لانوي نرقدهم اون فوا بور توس بابا راه مش دولتهم خاطر دكا رامي بالعقل زهرة جا تخبطون فيسا واش دار ولادي مساكن مشي ضربهم رامي كيفاش هذا واش داروا اخرى داك راهي نفوحوا حنا الدنيا بال رامي واش بيك حل التواقي وحل الباب خليه يكون ندير هذا مكان اصبر كارنا هكا وحوش صباح الخير وش كدير عندكم الغاشي في صال دوما صح ما تقلقيش راك انا وين جات الحفظ هنا في الكوزينه في الكولوار في الدروج ما تقلقيش راك صباح الخير زهره صباح الخير غزاله فرقتو مليح البارح يا اخي ما قلقناكمش بصح غزاله اختي تغسلي حوايج في الكوزينه بعدا ما تقدريش ديريهم في الماشينه لافي الماشينه لا لا لا, لا يا اختي زهره سمحي لي كلش ما كاش كيما الغسيل تاع اليد يخرجوا بلو فخاش انا مالكري مقدمه بصح جو سوي با كونتر لا مودرنيتي خذوا راحتكم سمحي لي اختي زهره معليش تنوضي خويا بوزيد يروح يجيب لنا الحليب خلاص الحليب تاني قلت لي ترى شربها موموش خاك يعرف يموت على الحليب وبانشي Good morning Oh my god Goodbye أزهرة على ما قلت لاش جيب لنا شوية ملفاي منك بصح والله غير شوية أمبو إكزاجير بلوني أنا هاد الناس بوزيد نوت بوزيد بوزيد نوت وين زهرة روح شوف الكوزينة مش راح نشوف الكوزينة راني نظل نشوف فيها الكوزينة راح نطيب روح شوف كيفاش قلبوا لي أنا الدار على راسها بوزيد يا تهدر معاهم يا روح عند يما خلوني شكان نرقد في الليل على بالك الخدمة وقيلة وما نروحش نعين ميت يا زهرة نوض نوض تروح تشري الحليب على خاطر كملوه ياك وما تنساش تشري بانشيكو الموحوش على خاطر ما يقدرش يشرب قهوته بلا بيه انا نروح نخدم صح صح يا موحوش صح وليت تضرب بانشيكو مع صباح صح صح صباح الخير بوزيد صباح الخير غزالة أنا جبت لك الحليب يعطيك الصحة بانشيكو ما لقيتش معليش وكاين الخير الله يبارك الله يبارك الله يبارك راكم منورين الكوزينة بصح الصالة رديتوه صحيح أنا نحب هاكا يفكرني كي كنت صغير هاكا كنت نروح عند أمي شرب قهوة خويا بوزيد إلا حبيتي يا غزالة ماذا بيا عيان نوض وليدي خلي عمو زيدو يقعد بلاستيك عيان بالعقل عليه عيان نوض خلي طونطون زيدو يشرب قهوة خاطر نضربك قلت لك نحرق كيما فرحت نوض عيان مسكين يحشم بزاف على بالي على بالي عنده الحشمة تتقاطر مش هتقول ملائكة سبحان الله العظيم هي سي لا ريدوكاسيون بيجاما جاتك مهبولة طويلة شوية صافي بليزير مريم
رجلك ليك على بالك. على بالك. اشرب اشرب من الجوتاع. اشرب. قال لك بابك اشرب اشرب. خلاص. اسمعني. صباح الخير بوزيد. صباح الخير اميرة. وش خويا الحس هذا وهذا البكاء هذا وش هو هذا؟ هكاش وليد محوش الصغير ريان قبيله باك كان يبكي شويه هذا ما كان. عمي ميرود اروح شرب قهوه تحاسب. لا بصحتك ما شربش بصح قول لي وش هي الفوضى هذه لقيت من جور تصانوف. ايه محوش دارو مسكين داتها الحمله. ليه جات الحمله؟ يا ودي جات وحنا ما ثقنا لهاش كاع. ولا هذيك اللي راني مديباني حنا هنا في الدار باسكو راه مجايين لاسيستون سوسيال باش يعطولو السكنه. فهمتك ايه فهمت تسمى راك دير في الخير. يعطيك الصحة بوزيد يعطيك الصحة. بصح قول لي يا بوزيد أنا موحوش يربح دار وأنت تربح الحسنات إن شاء الله. ها؟ إن شاء الله. وأنا واش نربح؟ على حساب السيناريو تزيد لي في الكرة. أيوا واش كاين؟ واش كاين؟ جينا نرقدو معاك. فاني هنايا وتزحموني. ما غالب ما بقاتش معايا شمع في هاد الدار، لدمونا لي موحوش. حتى في القرايه ما خلوش نقراو كاين الناس. كسرت وين تكروشي؟ زعما انت راك تقرا تاع. كنتو تصبروا شويه يا سيدي صبروا شويه ياك غدوه ان شاء الله ويروح وهادو راهم فاميلتي هادو راهم من دمي تعشيتو علاش كاش ما خلاونا على تي واش درتي عشاء شتي حاسردين ايه فرينا قاعد غير لاصوص معليش وليدي لو كان غمست في لاصوص وتاكل لاصوص بشويه جوع خير من الجوع وحده ها معليش معليش ما بقاش قد اللي فات وليداتي ما بقاش قد اللي فات سهره راكم هنا ولا نحوس عليكم اي هنا راكي لقيتيني غزاله بصح ولا غير حتى لاكابيني ميديكال ليسونسييل اليوم يبدا المسلسل الحلقه الاخيره حب في قفص قلب صراع الاتهام لو ديفورس اسور غزاله جيت نهضر مع بوزيت شويه ومن بعد نجي نرقد روحي ومن بعد نجي كيف حبيتيني نشوف وحدي ايا تبعيني تبعيني خلاص زهره الوضعيه اللي راكم عايشين فيها تستاهلوا السكنه دوسي تاعكم راه كومبلي ما بقى غير تسينيو الله يسلمك يعطيك الصحه انا تهنينا زهره الحمد لله بسم الله السلام عليكم يا يمه وعليكم السلام السلام عليكم باسل عمي مينو نعم عايزات تاع السوسيال تاع السوسيال هنا وقيله الله يبارك الله يبارك الله يبارك والله يا بنتي كي نشوفكم تخدموا نقولوا ما درناش طوره في الباطل ما نقولكش بلي يعني هادي اجون سكري نجي النهار ان شاء الله وين نقولها لك الخطر ممنوع هاو يجي النهار يقولها لك ويقولها لك ميلود يهضر كلش في الوجه على بالك هذا مسكين وكان تشوف فيه ظهره الرصاص وكتافه بلا ما نحكي على الهليكوبتر وعلى اللي شار واليامات يا شوف الميلود نعم باش تأمنك المرأة هذه لازم تجيب لها حاجة اللي تحقق تصور عنده وقت تصور تاع الثورة درك درك نروح نجيبهم ونجي اجري لا لا ما تشقاش المرأة الجاية إن شاء الله أني مزروبة شوية مالا مالا فريتوها تسمى رانا فريناها في الحقيقة hey. برك احنا جينا رايحين نسينيو بعدها وانت صدمت ايه hey, عاونوه 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 فوق من المسكين عاونوه الزوالي تقدروا تفهموني ماني فاهمه والو انا نفهمك لا لا انا درك نفهمك يا بنتي شوفي انا عمك الميلود مور الدار هذه وطبيب بوزيد ومرته لافوكات كارين عندي وكي دات الحملة ولد خالته جات سكنوا معاه فهمتيني درك بوزيد هاك أني بدلت المفتح نتاع الباب هاي أمليك ومن بعد ما تنساش هيا السلام عليكم سي بوزيد مش أنت هو المحتاج في الحقيقة يعني أنا دي مخصوص مسحة خليني باش نفهمك مليح قضية كيما هادي عقب عليها القانون سمحي لي نفهمك بوزيد أنا دوك نفهمك إحنا يا صح كنا محتاجين للدار بصح هادي عندها 15 سنة دركا تيك قررنا هاد الدار نهدوها الوحوش على خاطر هو اللي محتاج وحوشة قاصد قاصد بوزيد دير لي سيربريز وما تقولنيش
ما كنتش نستنى فيها. أنا ثاني ما كنتش نستنى فيها. أفكارك بعدها. ريميري طاش. نورمالمون تضحك، أنا اللي نورمالمون نبكي وندب حناك. ادب واش وليدي دكتورني بابا ماشي انايا رامي احنا بابا تحت الغرفيه ماشي انايا صرعتوني نقول لك صحيح وي تدخلوا بركوك شو ما تجيو تغموا باباكم ولا واش هيا ديجا نظري يا بون قلتك ماشي انا ماشي انا بابا ياك وفاي رايا هيا مرتش مع داركم قالي بابا نقدر نهجمك مو صافي بليز اوين امو نقدر نقعد معاه ايه اروح وليدي اروح اروح رايا سنة رأي ولد قعد على مخدك باش ما تحرك الناس على رايان حاب تشوف لي فيلم دوغات اه شوفوا لي شوف شوف كيف راه مي بومباردي اول مشكليت مشكليت العدس بالبن لا صحت سؤال تالي شكون فضح بوزيد إجابة رقم 1 ميلود إجابة رقم 2 محوش أرسلوا إجابة صحيحة عبر الأسماس على رقم 66025 لا ثابت على رقم 36000 وهذا للربح جوائز تالية هواتف آيفون SE يوميا من عند أديماك كل أسبوع لوازم كهرومنزلية من عند ستارلايت قواسم شراء بقيمة 50,000 دينار جزائري والجائزة الكبرى غرفة نوم صالون ومطبخ مهدات من عند